زي ما حضراتكم شايفين كده شباب، في 800 شخص موجودين في الوقت الفعلي على المدونه بتاعتي او الموقع الالكتروني الخاص بيا، والزيارات من كل دول العالم زي ما حضراتكم شايفين من جميع انواع الاجهزه المتاحه، سواء كان ديسكتوب او موبايل او تابلت. لو عايز تنفذ الطريقه وتستخدم الموقع بطريقه صحيحه، شاهد معايا الفيديو للنهايه وما تضيعش ثانيه واحده من الفيديو ده. 100,000 زياره يوميا لموقعك الالكتروني او مدونتك من بحث جوجل. لو عندك مدونه او موقع الكتروني وحابب انك تسرع الارشفه وتظهر موقعك بسرعة في محركات البحث، أو لو كنت بتسعى لتحقيق الدخل على موقعك في وقت قصير، أو لو كنت بالفعل مفعل إعلانات جوجل أدسنس على موقعك وحابب إن أنت تزيد أرباحك، فشرح النهاردة هيكون مهم جدا لحضرتك، لأن باستخدام الموقع اللي معانا النهاردة يا شباب هنقدر نحصل على آلاف الزيارات في كل ساعة من ساعات اليوم، مع مميزات كتيرة جدا بيتمتع بيها الموقع. أول ميزة فيهم يا شباب هي تنوع البلدان، يعني حضرتك الزيارات بتجيلك من كل بلدان العالم سواء كانت دول أجنبية أو دول عربية. والميزة التانية يا شباب وهي تنوع الأجهزة والأي بيهات اللي جايلك منها الزيارات، وبكده بيكون في كل نقرة شخص حقيقي وشخص مختلف عن الشخص الآخر، لأن مفيش أي بي واحد بيتكرر على الموقع. وبالطريقة دي بتقدر تحصل على ترافيك شرعي 100% لموقعك أو مدونتك ومن بحث جوجل تحديدا. علشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده، يلا بينا نبدا الشرح. ولكن قبل ما نبدا يا شباب، رجاء لو حضرتك عجبك الموضوع تدعمنا بلايك وشير علشان غيرك يستفيد، ولو لسه حضرتك اول مره تشوف القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي ودي قناه نت بروفيت، قناه متخصصه في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وغلب الاحالات. طبعا رابط الموقع كالعاده هتلاقيه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. بعد ما بتضغط على الرابط بيوصلك للصفحه الرئيسيه للموقع بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، بيقول لك سيؤدي المحتوى المخالف او المقرر الى حذف الحساب وايقافه دون اي اشعار. يعني حضرتك ما تحاولش ان انت تضيف محتوى مخالف او انك تكرر محتوى اكتر من مره، علشان ده بيؤدي الى اغلاق الحساب بدون اي سابق انذار. وتقدر حضرتك تستخدم المنصة من خلال الموبايل أو من خلال الكمبيوتر، مفيش أي مشكلة، بنفس الطريقة اللي هنشتغل بيها مع بعض. طبعاً يا شباب علشان نبدأ نستخدم الموقع لازم نسجل حساب أولاً، فهنضغط على ساين أب من هنا، وهنا لو حضرتك بتسجل حساب قبل كده بيظهر لك اليوزر نيم والباسورد، بتضغط على تسجيل الدخول، ولو لسه حضرتك هتسجل حساب بتضغط هنا على افتح حساب الآن، وبعد كده بتبدأ تضيف البيانات بتاعت حضرتك، هنا بيطلب منك اليوزر نيم والبريد الالكتروني اللي هتستخدمه، وبعد كده بتدخل كلمة المرور وبتكرر كلمة المرور مرة تانية للتأكيد، وبتضغط على اشتراك، بتوصلك رسالة على البريد الالكتروني، رسالة تأكيد، بتضغط على الرابط اللي موجود فيها أو زر تأكيد البريد الالكتروني، وبعد كده بيوصل بيك على صفحة تسجيل الدخول. بعد ما بتوصل لصفحة تسجيل الدخول اليوزر نيم بتلاقيه موجود، لو انت حفظت كلمة المرور واليوزر نيم بتلاقيهم اتضافوا تلقائيا في المكان ده، فبتضغط على تسجيل الدخول بينقلك مباشرة على صفحتك الرئيسية او الداشبورد الخاص بحسابك. بعد ما دخلت على الصفحة الرئيسية لحسابي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده يا شباب، هنبدأ نضغط على سبميت من هنا علشان نضيف أول حملة لأي رابط على المدونة بتاعت حضرتك أو أي مقالة موجودة عندك أو أي شيء عايز تروج له على الإنترنت. علشان نبدا اول حمله يا شباب هنضغط على سبميت من هنا، بتفتح معانا الصفحه اللي حضراتكم شايفينها دي يا شباب. بننزل هنا لتحت شويه كده، زي ما حضرتك شايف هنا كده بيقول لك ارسال النص او المقال، وهنا بيقول لك ارسال الروابط، فاحنا هنا هنختار ارسال الروابط. بعد ما اخترنا ارسال الروابط يا شباب، المطلوب من حضرتك هنا بتختار الفئه، ونضغط على السهم ده بنختار الفئه، على سبيل المثال انا هختار التعليم، وبعد كده بتضيف عنوان للمشاركه، ويفضل هنا يكون عنوان المشاركه او عنوان المقاله يكون كلمه مفتاحيه قويه للمقاله، ولكن ما تضيفش العنوان بالكامل، ضيف فقط كلمه مفتاحيه للمقاله. بس قبل ما نكمل يا شباب تعالوا نروح على احصائيات جوجل داخل المدونه بتاعتي كده، زي ما حضراتكم شايفين كده في الوقت الفعلي في 3 مستخدمين فقط على المدونه او الموقع الالكتروني الخاص بيا، وانواع الاجهزه موبايل وديسكتوب. طبعا انا بوري لحضرتك الاحصائيات دي علشان نقارن الاحصائيات بتاعتنا دي بعد ما نبدا الحمله. دلوقتي يا شباب هرجع على المدونه او الموقع زي ما حضراتكم شايفين كده، وهاخد رابط لاي مشاركه من المشاركات دي. على سبيل المثال لو هختار المقاله اللي قدام حضراتكم دي عشان ابدا اعمل لها حمله، فهضغط على
علامة المشاركة من هنا أولا علشان آخد الرابط الخاص بالمقال، أنسخ الرابط وهرجع على الموقع وهضيف عنوان URL في المكان المخصص لعنوان URL هنا يا شباب. بعد كده هرجع تاني على المدونة، فهنا هناخد كلمة مفتاحية من العنوان يا شباب، مش هناخد العنوان بالكامل. هنا العنوان بيقول لك 10,000 زيارة يوميا لموقعك من بحث جوجل باستخدام أداة رهيبة، فأنا هختصر العنوان، هاخد بس الجزء الأول دوت أو كلمة مفتاحية مهمة من العنوان، بلاش تاخد العنوان بالكامل. وهنروح على الموقع مرة تانية، هنضيف عنوان المشاركة من هنا، وبعد كده شباب بيقول لك اختار صورة مميزة، هتختار صورة ويفضل إن الصورة تكون حصرية مش مرفوعة على الإنترنت قبل كده، اختار الصورة وهضغط على أوبن زي ما حضرتك شايف الصورة اتضافت هنا. بعد كده بيقول لك عايز وصف، هنروح مرة تانية على المقال، هناخد مثلا أول فقرة من المقال دي يا شباب هتكون هي الوصف اللي احنا هنضيفه. طبعا تقدر تشتغل باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية، ولكن يفضل إنك تشتغل باللغة الإنجليزية لأن طبعا سعر النقرة في اللغة الإنجليزية بيكون أفضل. ونصيحة، لو حضرتك مفعل إعلانات أدسنس على موقعك، استخدم الطريقة دي مرة واحدة في الأسبوع، ولكن لو لسه حضرتك هتقدم موقعك لأدسنس فتقدر تشتغل كل يوم عادي جدا بالشكل اللي حضرتك شايفه. بعد كده هنضيف الوصف اللي احنا خدناه يا شباب، وآخر حاجة هتضغط على يقدم. زي ما حضرتك شايف بيقول لك لقد تم إرسال مقالتك بنجاح على توب ليستنج سايت. لو رجعت على الصفحة الرئيسية بعد ما نشرت المقال بتاعك هتلاقي المقال بتاعك بقى موجود هنا، دي طبعا احدث المنشورات في الوقت الفعلي. زي ما حضرتك شايف الشخص ده نشر بعديه على طول منذ حوالي دقيقه، المنشور ده من دقيقتين بالظبط، ولكن المنشور بتاعي زي ما حضرتك شايف اهو من 3 دقائق. وتقدر تشاهد منشوراتك بالكامل من هنا لو ضغطت على اسم الحساب وبعد كده ضغطت على ارسالاتي، هتلاقي هنا حضرتك قائمه الارسالات اللي حضرتك قمت بيها. لو رجعنا على الصفحه الرئيسيه مره ثانيه يا شباب، زي ما حضرتك شايف انا بس عايز اوريك ان هنا الافضل انك تشتغل باللغه الانجليزيه، ولكن انا المقال بتاعي مقال رقم 3 من 4 دقائق بالظبط باللغه العربيه زي ما حضرتك شايف، وانا عايز بس اوصل لك ان الموقع بيدعم اللغه العربيه مفيش مشكله وتقدر تنشر باللغه العربيه، ولكن الافضل انك تشتغل على اللغه الانجليزيه. طب خلينا نضغط على عنوان المقال كده يا شباب، بينقلك على صفحه المقال تقدر تكتب تعليق، ولو الزائر ضغط على العنوان زي ما حضرتك شايف هينتقل مباشره الى الصفحه الخاصه بحضرتك او المدونه او الموقع بتاع حضرتك مباشره، والزيارات بتكون من بحث جوجل. بعد ما انشانا الحمله بتاعتنا يا شباب تمام، وبعد مرور ساعتين بالظبط هترجع على احصائيات جوجل المدونه بتاعتك زي ما حضرتك شايف، زيارات في الوقت الفعلي في اخر 30 دقيقه 336 زياره، وادي عدد المستخدمين الجدد بدا يزيد. طبعا الاحصائيات دي هتزيد بس ما بتزيدش في نفس الوقت. بالنسبه للزيارات زي ما حضرتك شايف البرتغال، المغرب، ناميبيا، كندا، ولو ضغطنا هنا على عرض الوقت الفعلي ادي الدول اللي حضرتك زي ما انت شايف كده كل الدول دي تم الزيارات منها في الوقت الفعلي في اخر 30 دقيقه 351 زائر موجودين فعلا على الموقع الوقت اللي احنا زي ما حضرتك شايف الزيارات بتزيد بطريقه رهيبه، وانت معايا هتلاقي الزيارات دي بتزيد باستمرار. لو نزلنا تحت شويه كده هتلاقي ان الموبايل هنا جالك منه 35% ومن الديسك توب او الكمبيوتر 65%، وادي المقاله اللي احنا اضفنا الرابط الخاص بيها في الموقع يا شباب وعملنا لها الحمله، ادي كل الزيارات جايه عليها هي. تقدر حضرتك تضيف رابط الموقع نفسه مش رابط مقاله معينه داخل الموقع، تقدر تضيف الرابط الرئيسي للموقع بتاعك زي ما حضرتك شايفين الزيارات وصلت 400 زياره في الوقت الفعلي، في الوقت الفعلي في 804 شخص موجودين على الموقع الخاص بيا. طبعا الاحصائيات دي بيتم تحديثها كل 10 ثواني، وعلشان كده هتلاقي الاحصائيات دي بتزيد وبتقل في نفس الوقت، في ناس بتدخل وفي ناس بتخرج. لو نزلنا تحت هنا شباب هتلاقي ان انواع الاجهزه اللي جات لك منها الزيارات، من الديسكتوب 63% ومن الموبايل 35% ومن التابلت 3%، وادي الدول زي ما حضرتك شايف كده من كل دول العالم بتجيلك زيارات زي ما حضرتك شايفين كده، المانيا، الدنمارك، رومانيا، سوريا، العراق، السعوديه، البرتغال، اثيوبيا، كل دول العالم حضرتك بيجيلك منها زيارات تلقائيه من الموقع. طبعا حضرتك بعد ما بتعمل الحمله بتاعتك بتتاكد من الزيارات دي بعد ساعتين بالظبط، يعني بعد مرور ساعتين من عمل الحمله حضرتك بتقدر تتاكد من الزيارات. موقع رهيب جدا يا شباب وموقع رائع فعلا هينجزك لو حضرتك بتسعى الى تفعيل الربح على موقعك، فان شاء الله هيكون في وقت قصير جدا. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده، يا ريت لو عجبك الموضوع ما تنساش تدعمنا بلايك وشير علشان غيرك يستفيد، شرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي.